فاروق عمر بن الخطاب مخاطبا والي مصر عمرو بن العاص: يا عمرو، ليست هيبة الحكم في ترويع الناس، ولكن في تأمينهم وكف الظلم وأخذ الحق للضعيف، فيرتدع القوي ويأمن الضعيف، فيعتصم الناس بالدولة بدلاً من أن يعتصموا منها. نحن نعشق الأردن ونريد أن نعتصم به بدلاً من أن نعتصم منه. لعل في ذلك رسالة لحكومة تدعي النهضة بينما تعيدنا أفعالها إلى الجاهلية.